أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد. يعملون في أضخم وأهم مؤسسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، ويعود لهم الفضل في تطوير اختراعات تعود بالفائدة جمعاء على البشرية. يعملون في الغرب لأن بلادهم غير مؤهلة لاستقبالهم، وأحيانا تفضل العالم الأجنبي ذو الاسم الإنجليزي عليهم. ونحن في هذه الحلقة من ام بي سي في اسبوع سنركز على العلماء العرب الذين منحوا الجنسية الأمريكية فيما هم يعملون في الولايات المتحدة الأمريكية. وسنبدأ بالعالم الجزائري الدكتور نور الدين ملكيشي، والذي يعيش هناك منذ التسعينيات، وها هو اسمه يرتبط باكتشافاته المهمة في أشعة الليزر التي يستعملها في الكشف عن السرطانات مبكرا، وأيضا في اكتشاف الحياة على كوكب المريخ. عموما الزميلة نادية بلبيسي طبعا توفينا بالتفاصيل عن هذا العالم. نتابع. بصفته عميدا لكلية الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجية في جامعة ديلاوير، يتابع العالم الجزائري الأمريكي نور الدين ملكاشي الدراسات المتعلقة بكوكب المريخ. فقد كان هذا العالم العربي رائدا في توظيف أشعة الليزر ووضعه على متن مركبة فضائية أرسلتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى الكوكب الأحمر كما يعرف، في 25 من نوفمبر من الشهر الماضي لاستكشاف مؤشرات للحياة على هذا الكوكب. المريخ هو كوكب اللي عنده بيئة معقدة جدا، وفيه يعني فيزياء وكيمياء وبيولوجيا وعلوم بيولوجيا، تعلموا يعني حوايج بزاف. للمريخ يكون يعني في المريخ يعني لناسا يعني هي بعثت كيوريوسيتي باش يكون ثم على المريخ، وحين ما يكون ثم في المريخ يعني كاين يعني سؤال واحد وهو سؤال أساسي، والسؤال هذا هو يعني هل المريخ ككوكب كانت فيه في الماضي ولا في الوقت الحاضر يعني فيه حياة. والحياة التي يحاول الدكتور ملكيشي وفريقه اكتشافها هي ليست لوجود بشر، بل لمعرفة إمكانية وجود مياه في القشرة الطبقية للصخور أو تحتها، كذلك إذا كان هناك وجود لميكروبات أو فيروسات عاشت أو تعيش على كوكب المريخ. الروبوت الذي أرسل من المتوقع أن يعود بمعلومات في أغسطس من عام 2012 ليضع الدكتور ملكيشي في طليعة العقول الأمريكية التي تحاول كشف غموض الكواكب الأخرى. في الواقع هناك سؤال نسأله دائما، وهو لماذا ينجح العالم العربي في الغرب وبالتحديد في الولايات المتحدة؟ الجواب قد يكون سهل، وهو أن هذه الدول توفر له الفرصة بالدرجة الأولى والإمكانيات بالدرجة الثانية، وقد لا تميز ضده بشكل كبير. تخرج نور الدين ملكيشي في الدراسات العليا من جامعة هواري بوميديان للعلوم والتكنولوجيا، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من إنجلترا في فيزياء قسم الضوء والبصر، قبل أن يعكف في أبحاثه على دراسات أساسية في مجال البيولوجيا الحيوية، وبالتحديد في رصد العلامات المبكرة لاستكشاف السرطان وخصوصا سرطان المبيض، وذلك باستخدام أشعة الليزر لاجئا لسوائل الجسم مثل الدم واللعاب والعرق لاستكشاف السرطان بدلا عن الطرق القديمة المؤلمة. إذا يعني نجحنا باش نشوفوه في وقت مبكر جدا، في 95% من الحالات هذا المرض يكون سهل أن واحد يستشفى منه. يعني هذيك اللي رانا مركزين على المبيض، ولكن ما نتعلموه هنا في المبيض هو ينجموا نديروه في بروستيت كانسر ولا لونج كانسر ولا اني كانسر، بيكوز احنا فيزيائيين، ولكن وي لوك ات ذس نشوفوا هذه يعني كبروتينات كموليكيولز. ألقاب الدكتور ملكاشي يصعب حصيها، فهو رئيس قسم الفيزياء والهندسة ومدير مركز البصريات للتطبيقية لعلوم الفضاء وعميد كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية في جامعة ديلاوير. حصل على 14 براءة اختراع وألف أكثر من 100 دراسة،
وأمن منحة مالية تقدر بخمس مليارات دولار من وكالة ناسا لتأسيس مركز للبصريات التطبيقية لعلوم الفضاء. حصل ملكاشي على جوائز عدة، منها جائزة ناسا وكابيتال هيل وسمارت وغيرها، وهو نموذج لعالم عربي هاجر للغرب فاحتضنته أمريكا ليثري البشرية من وراء أفكاره. نادية البلبيس لبرنامج MBC في أسبوع من جامعة دلوير في دوفر.